السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معنا فيديو هنسلم الحمام لأخونا محمد من المنيا، هو بيعمل في الكويت وإحنا بنشحن له الحمام. الحمام ده كله اللي هنصوره في الفيديو ده هنشحنه لمحافظة المنيا لتاني مرة. هو خد مننا قبل كده، لكن المرة دي طبعا هو جرب التعامل وطريقة الشحن فعجبه الحمام، طلب حمام تاني فهنسلمه الحمام ده. أرجوك اعمل لايك قبل ما نبدأ الفيديو، وهسيب لك في آخر الفيديو إن شاء الله بوعدكم إن إحنا هنعمل فيديو جديد لعرض على أقصوص حمام لحم، هنصورها بالطريقة اللي هسيبها لك في آخر الفيديو. عرض قص من داخل السلاكة للبيع إن شاء الله. الناس اللي كانت بتسأل على الحمام اللحم ده، القص الاولاني يا استاذ محمد علمته في الجناح كده بالعلامه الحمراء دي، هتلاقي الذكر والنتام متعلمين بنفس العلامه. ده القص الاول اللي معاه زغلل. انا اتاخرت بس الحمد لله خير. امبارح بالليل حصنت الحمام كله، تحصنت الجدري يعني عشان تكون عارف يعني. اتفقت مع السواق ان انا هكلمه بعد المغرب. انا سالته هتشحن امتى؟ قال لي كلمني بعد المغرب اقول لك اه او لا، يعني لسه على حسب الحموله معاه جهزت او لا. تمام، لان طبعا انت عارف شحن ملاوي لازم هو بيجمع العربيه، انا بشحن في عربيه موبيليا للصعيد، يجمع الحموله بيقول لي هات الحمام. لكن طبعا في الطبيعه احنا بنشحن في عربيات الميكروباص، عربيات الركاب يعني، لكن مفيش ميكروباص او مواصله متاحه لمحافظة المنيا غير هي عربيات النقل اللي هي بتحمل الموبيليا. وده القص اللحم الثاني اللي هو لسه فاق الزغاليل امبارح او اول امبارح اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو تحته زغلولين ما شاء الله، معلمهولك برضه بعلامة بس في الرأس عشان تعرف ده من ده. وده القص المفصص اللي انت قلت لي علمه لي بعلامه عشان ابقى عارفه، ملبسه دبلتين في الرجلتين يعني في 4 دبل اهو ما شاء الله في القص زي ما حضرتك شايف اهو. لسه في قص تاني اسود برضه هعلمه لك بعلامه اللي هو هلبسه دبلتين، اما الباقي كله فهو لابس دبله واحده. طبعا هنخرط الجناح زي ما حضرتك طلبت، اخرط لك جناح واحد، وابشر ان انا اشتريت لك حباسه جديده او شياله جديده ان انا اشحن لك فيها الحمام. مش هشحن لك في اللي انا مستخدمها المره دي لان هي موجوده دلوقتي، والله كانت اخر واحده عند الراجل والراجل كان عاملها لي مخصوص، كان عامل 4 انا اشتريت منهم 2. ده تحته زغلول اهو، تمام، ودي انتيته السودا دي ما شاء الله. ارقام دبالهم 55 و56. القص ده النتاية اللي على الشمال رقم دبلتها 57، والذكر اللي على اليمين رقم دبلته 58. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. النتاية السوداء دي رقم 61 وذكرها رقم 62، ذكر الازازي ده. دول برضو كان تحتهم حصى، والحصى اتكسر في المعارك لان طبعا الحمام السايب، وفي انا جبت شباب لحم كتير بجهزها في المكان، فالمكان مزدحم بالحمام، فانا حبيت ان انا اخف يعني الحمام، ده سبب ان هو اتكسر البتاع ده. قص تاني اهو، ده الذكر والنتاية اللي لونها اسود وردي، هم عايشون كان هنا بس حد كسر لهم البيض يعني. دول ارقام دبالهم 59 و60، تمام كده. الدبلة الصفرة دي 59 و60. دي برضو النتاية السودا دي برضو راقدة على حصى، هشوف لك ذكرها فين. تمام، نحطها هنا. النتاية دي رقم دبلتها 51، دبلة صفرة،
هشوف الدكر بتاعها يبقى 52 دكر. ده دكرها برضو سود زيها 52 زيها ما شاء الله. دول انا عايز اعلم لك دول بالعلامة اللي هم بالدجلتين وزي ما تقول. ده الزاج الابيض دي رقم دجلتها 63، والذكر ذكر الازازي ده رقم دجلته 64. طيب ليه النتاية بيضة؟ النتاية دي ايه اصلا؟ زاجل من الابيض النادر عندي اللي انا بحبه، لكن مفيش لها ذكر، فهي اخدت الذكر ده، فانا هعطيهم لك تاكل من ولادهم برضو، يطلعوا زغاليل حلوة ان شاء الله. دي النتاية بسم الله ما شاء الله، بص على شكلها 63، وده الذكر، ده الذكر دبلته 64. دي نتاية هي راقدة على حصى، هجيبها واشوف لك ذكرها فين. دي النتاية وذكرها رقم دبل 53 و54، الدبل صفرة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده قص كمان اللي هو واقف مع بعضه ده، حاول امسكهم والبسهم دبل. لبستهم دبل رقم 71 و72. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. باقي بس اخر قص، ده القص ده الهدية اللي هو لاختك رقم 99 و100، دبل بنفسجي، الدبلة الخضراء دي دبلة اتحاد، يعني ده لابس دبلتين، النتاية دي لابسة دبلتين، أيام ما كنت بلبس دبل الاتحاد يعني للناس اللي هي الغاوية يعني. تمام كده؟ دي الحباسة أو الشيالة، هي اشتريت لك واحدة جديدة وحطيت لك الـ20 دبلة، ربطتهم لك كده. طبعا السلاجة هتتغطى، محدش هيشوفهم غير لما انت تفك الغطا من عليها. تمام، 20 دبلة اهو لسه جديدة اهي، والله ما حطيت فيها فرد حمام. او تاخد الجوز الابيض ده زاجل برضو، ده مش لاحم عشان تبقى عارف ان ده اهي، هوريلك ذكرها. تحتهم جوز الزغاليل ده، ده القش بتاعهم، وشوف لك الذكر فين. شايف ده ذكرها اللحم ده، دي النتاية الزاجي اللي انا وريتها لك، ذكرها اللحم ده حجم جامبو ما شاء الله، حجمه محترم اهو، بس هو فيه الريشة البني اللي في جناحه دي، اوريها لك، فيه الحتة اللطشة البسيطة دي، يعني ما تعيبش زغليله في حاجة، لكن طبعا انا مجوزه زاجل باكل من ولادهم يعني. تمام اهو مجموعة حمام لاحم، بسم الله ما شاء الله، الحجم والصحة، الحمام البيور البيور. ان شاء الله بنجهز فيديو زي ده بالظبط، هنعرض مجموعة حمام لاحم في السلكات زي كده بالارقام، هنعرضهم لك كده وحضرتك تختار مجموعة كبيرة باذن الله، انت تختار براحتك. طبعا ده جزء من فيديو سابق، مش هتقول لي نفس الفيديو متكرر، لا، هنصور مجموعة لاحم جديدة في السلكات، في نفس المكان ده اللي احنا صورنا فيه السلكات الخشب دي، هنعرض مجموعة جديدة داخل السلكات هنشوفهم بزغليلهم ببيضهم زي ما حضرتك شايف، هنعرضه عليك بالرقم كده وحضرتك تختار. الناس اللي كانت بتسأل، لان الناس بتسأل كتير، الناس منتظرة كتير، ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله يكون الفيديو جاهز والحمام يكون جاهز باذن الله، تختار حضرتك زي ما بوريلك كده رقم 1 أو 2 أو 3 لحد قول 20 حاجة و20، ربنا ييسر ان شاء الله حسب المتاح، ان شاء الله هنصوره، ومش هنصور حاجة الا معها بيض او معها زغليل باذن الله. وطبعا هنستخدم الطريقة اللي استخدمناها في الفيديو بتاع النهاردة بتاع الحمام، تسليم الحمام الزاجل واللحم، هنلبس كل جوز دبلة كليبس في رجليه عشان نكون معلمين الحمام، هنقول لك رقم القص ده مثلا رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، وفي رجليه دبلة رقمها كذا ورقمها كذا زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.